كل حجر فيها تاريخ، كل ذرة تراب ترمز إلى حضارات استوطنتها روت للتاريخ قصص وحقائق. مهما حاولت اليونسكو بمختلف الطرق أن تطمس وتزور هذا التاريخ المكتوب بالدم، لن تستطيع نفي حق وجود بني إسرائيل وحق ارتباطهم بهذه الأرض والمقدسات، وأن مدينة خليل الرحمن هي أيضاً مدينة الآباء والأجداد للشعب اليهودي. أنا مستغربة كيف ينكرون حقيقة ذكرت في الكتب السماوية الثلاث؟ كيف يدعون أنه لا يوجد حق للشعب اليهودي في الخليل، مع أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأولاده إسحاق وإسماعيل ويعقوب سكنوا هنا؟ كيف ينكرون هذا الحق؟ لماذا الأمم المتحدة تتدخل في شؤوننا هنا فقط؟ أين باقي الشعوب والدول في الشرق الأوسط المحتاجين للمساعدة؟ انظروا إلى الدمار من حولكم بكل أنحاء الشرق الأوسط. الأمم المتحدة تشعل نار الكره والفرقة وتزوير الحقائق والتحريض، بدلاً من أن تكون جسراً للحوار والسلام والتقارب بين الشعبين. التقارب والأخوة والسلام يكون من أبناء إبراهيم، هم وحدهم يستطيعون أن يجدون الشيء المشترك الذي يوحدهم، وهم وحدهم أحق في تحقيق مصيرهم من أي قرار تتخذه الأمم المتحدة. إنكار الغير لا ينفي حق البقاء والسيادة للدولة التي تحافظ على تلك المقدسات وتعطي حق العبادة للجميع. أنا أعرض نفسي للخطر عندما أقول الحقيقة، لكن لن أخاف من الاستمرار في قولها، لأنه من العار أنه لا يوجد من ينصف ويقول الحقيقة. عاشت إسرائيل وعاش شعب إسرائيل في حي مدينة إسرائيل.